ولاية جلمة يطالب إذن سكان بعض بلديات ولاية جلمة من مصالح الرقابة بالتحرك ضد تجار يجبرون زبائنهم على شراء أكياس من الحليب مع كيس من اللبن أو عدم بيعهم، ما خلق حالة استياء وتذمر لدى المواطنين مقابل غياب مصالح التجارة، حيث يطالب السكان الوزارة المعنية بالتدخل ووضع أحد لهذه تصرفات هؤلاء التجار. التغطية كانت لهشام قاسمي. نطلب من وزارة التجارة تدخل لأجل ظاهرة الحليب، يحتمونا الحليب، يحتمونا في الساشيات الحليب، يحتمونا معهم اليوغرت، يحتمونا معهم البن، المهم كل مرة يحتمونا حاجة. يقول لك تشري زوج شكاير حليب، نحتم لك مع شكاير البن، والله شكاير حليب تاع بقرة، والله الله يورت. ما فهمناش هذه الولاية وين حبها توصل. جماعة المصالح تاع التجارة ما تحركوش، المنافسه والاسعار ما تحركوش، وفي من جايه في المواطن البسيط. تروح تشري ربع شكايه حليب، يحتم لك معاهم ربع كعبات لايورت، لايورت ب 1500 يبيعوا لك ب 2500، هذا كل باه تدي الحليب لاولادك يشربوا. القدره الشرائيه تاعنا ضعيفه، احنا عندنا المشكل هذا، نحوسوا نطالبوا مديريه التجاره تتدخل في الامور هذه. يروحوا يديروا الرقابه، يروحوا يدوروا على الحوانت، يروحوا يشريوا كي المواطنين الكل. ونطالبوا مدير التجارة، وزير التجارة يتدخل في الأمر.